لأنه هذا الشيء علاش كنا كنبحثوا على الانتصار للبقاء في صدارة المجموعة وللبقاء في سان بيدرو في سان بيدرو واللعب يوم الثلاثاء، صحيح. يعني بعد مرور كنا نتخوف من الفترة الطويلة، الآن هي فترة رائعة، هي مطلوبة هي مطلوبة بشكل من الأشكال. فلذلك أنا أتصور أن الفريق الوطني، لا ننسى الجولة الأولى ما كان ممكن أن الفريق الوطني يلعب هذيك المباراة بكاملها بذاك الريتم وذاك الإيقاع، لأن وأنا أستعرض واتضح يعني، ونعطوا الكلمة لبادو زكي، اتضح أن توقيت إجراء المباريات يعني كان عنده وقع كبير على، نتكلموا بعدا على المنتخب المغربي، لأن يعني ما شفناش نفس المستوى، خصوصا في الشوط الاول المنتخب المغربي ظهر بمستوى متميز وسيطر على يعني كل اطوار هذا الشوط. من طبيعه الحال ان شرت يعني في لافي ديال المباراه ديال الكونغو، قلت لكم الخصم الوحيد الاول اللي عند المنتخب المغربي اولا التوقيت والمناخ، لان كنعرفوا الطريقه ديال او خاص المنتخب المغربي يبدل طريقه اللعب تاعو، ما يديرش الضغط العالي، ما يديرش استعواذ الكره، يلعب كره مباشره. وهنا غادي نشوفوا المنتخب المغربي بدل الهويه تاعو. اما في توقيت بهذا الشكل من طبيعه الحال، والنوعيه والتركيبه البشريه اللي عندنا وتقارنها مع الفريق الزامبي فلا مجال للمقارنه. وهذا الشيء شفناه في الشوط الاول، لان شفنا الكره في اتجاه واحد وتمتعنا بجمل تكتيكيه في المسافة، ولينا كنشوفوا يعني للجهه اليمنى كيف كتحرك بحال الجهه اليسرى، وكان المنتخب المغربي قتل المباراه في الشوط الاول. يعني سي بادو زكي، في نظرك من اللاعبين اللي يعني تم اقحامهم لاول مره في المسابقه، شكون اللي ربح يعني اكبر عدد من النقاط في يعني المنظور ديالك؟ لا بالنسبه لي بلا ما نتكلموا على عطيه الله، لان عطيه الله كان مصاب ورجع لبلاصتو، كان مصاب، ولكن الدخول ديال السيباري فهي دخول ذكي. علاش؟ لان السيباري ماشي هو البروفيل تاعو، ماشي هو أملح ما طيله المباراه كتشوفوا في الادوار الدفاعيه ما كيبانلكش في الادوار الهجوميه. السيباري ما غيمكنلوش، غتشوفوا في الادوار الدفاعيه، غتشوفوا في الضغط العالي، وغتشوفوا كذلك حتى في الحملات الهجوميه، وكينوع حتى الاماكن تاعو، وهذا في حد ذاته اضافه للمنتخب المغربي. وهذا الشيء اللي احيا ديك الجهه اليسرى، لان فيها بطبيعه الحال السيباري ما كان املاح، فيها كذلك عطيه الله ما كانش شيبي، وفيها بوفال يجب ان يتخلص من هذه الكرات الزائده، ان يلعب هذه المجموعه، ان يلعب بالشكل المطلوب، اي انه حينما لا تكون هناك ضروره لاضافه تلك المباراه ما يمكنش. هو هكاك اللاعب اللي وصل 30 سنه ودائما، ولكن هذيك طريقه لعبه، وهكذا وصل وهكذا برز. بوفال كيعطي اضافه، لانه بوحده كيدير لك زياده عدديه وكيوصلك.